دعنا ننتقل إلى الأخبار، ومنها نقرأ: لجنة علي عثمان توصي بتذويب الحركة الإسلامية في الوطن أو تحويلها إلى منظمة. أوصت اللجنة الخاصة بتحديد مصير الحركة الإسلامية والتي يرأسها النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق الأستاذ علي عثمان محمد طه بتذويب الحركة الإسلامية في حزب المؤتمر الوطني أو تحويلها إلى منظمة. وعلمت الأخبار من مصدر مقرب أن التوصيتين سيتم طرحهما على قواعد ومؤسسات الحركة الإسلامية بالولايات خلال الأيام القادمة لأخذ الرأي حولهما وما يفضلونه من بينهما. كيف تقرأ المقترحين اللذين دفعت بهما لجنة الأستاذ علي عثمان محمد طه لتحديد مصير الحركة الإسلامية؟ أنا محتاج بعض التوضيحات بخصوص الخبر، لأنه اللجنة ما كانت معنية بأنها تضع توصيات زي دي، لأن اللجنة كانت مطلوب منها تعمل تحسس للواقع السياسي في الولايات، تقطح بعض الرؤى، لأنه في المؤتمر الفات المؤتمر الماضي بتاع الحركة الإسلامية اللي انعقد كان الأستاذ علي عثمان طرح بعض المؤشرات، طرح بعض المؤشرات كأفكار وحتى لم تكن ورقة مكتوبة يعني، فتم تعميم، تم الطلب من الاجتماع إنه هذه الأفكار تعمم لأعضاء الحركة الإسلامية وهم يقولوا رأيهم فيها، وبعد ذلك تترتب عليها خيارات سياسية. فبالتالي قضية إنه توجد الآن توصيات، لا أعتقد أنه توجد الآن توصيات لا بالتزويب ولا بالتحويل لمنظمة، ما زال الأمر هذا تحسس في مجال البحث عن خيارات أفضل للشكل الذي يتم به الحركة الإسلامية وتدير به الحركة الإسلامية الشام بتاعها. فأعتقد أنه لا الحركة مسؤول منها الآن، لا اللجنة الآن مسؤول منها توصيات، ولا أعتقد أن هي قدمت توصيات، ربما الأمر في بعض الالتباس بالنسبة لي. هل هنالك اتجاه لتذويب الحركة الإسلامية؟ نعتبر أن هنالك الخيارات، في خيارات فيها ليس من بينها تذويب الحركة الإسلامية في الدور والوظائف والمهام، لأن الحركة الإسلامية هي في النهاية حركة تعتبر، لا يمكن نقول عليها الحركة الآن حاكمة بحزبها، حاكمة بحزبها ما في ذلك شك، ولكن هي بتمثل مرجعية فكرية، بتمثل تاريخ سياسي، فما ممكن الأوسع تزوب في الأقل، لكن هي جزء من خيارات كثيرة ممكن تكون جزء من النقاشات المطروحة، ليس من بينها أن تزوب أو تحول إلى منظمة. على أي حال هذا ما جاء في صحيفة الأخبار، ودعنا نسلم إذا كان هنالك اتجاه لتذويب الحركة الإسلامية داخل المؤتمر الوطني. هل بالإمكان اعتبار ذلك انتهاء لحقبة الحركة الإسلامية والتي تعتبر هي الجهة المنظرة للحكومة والحزب الحاكم؟ لا، نهاية الأدوار صعبة، لأن هي أصلا دي فكرة، الأفكار لا تموت، ربما تتحول من شكل إلى شكل ثاني، ربما تتحول من إطار لإطار ثاني. الحركة الإسلامية تحولت انتقالات كثيرة، عشان ربما نستنكر القصة يعني، هي قبل كده كانت حركة إسلامية، كانت حركة الأخوان المسلمين، مشت بقت جبهة الميثاق، بقت الجبهة الإسلامية القومية، بقت المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بقت التحولات. ما أنا أعتقد أنها ليس من العيب أن يكون هناك تحولات، أنا أتكلم عن الخصائص الآن وعن القرار الآن. لا أعتقد أنه الآن موجود قرار بهذا الاتجاه، ولا أعتقد أنه حتى اللجنة كانت معنية بأنه هذا. أنا على الحال أقول معلومات لدي يعني في إطار التحليل يعني ملك الناس الرأي العام، لكن لا أعتقد أنه موجود قرار هذا. الفكرة التي تذكرها في هذا القرار أنه أن يتم طرح بعض الأفكار والآراء على قيادات الحركة الإسلامية، وأن يتم النقاش حولها وصول لرؤى عامة، بحيث أنه كيف الحركة تؤدي أدوارها بطريقة أفضل، بطريقة أشمل. أعتقد أنه دي الخيارات اللي كانت مطروحة، لكن هل تنتهي الحركة الإسلامية؟ الحركة الإسلامية تنتهي حتى لو تغيرت اسمها، تبقى الأهداف والغايات باقية. طيب، البعض فسر لجوء الحركة الإسلامية لهذه الخيارات الصعبة، خيار التذويب وتحويلها إلى منظمة، هذه الخيارات هي اضطرت لها، وذلك لتراجع أدوار الحركة الإسلامية في المنظومة الحزبية. أعتقد أن هي ذات تأثير في المنظومة الحزبية. الحزبية قضية الحزب، قضية الحزب مختلفة، إذا النقاش في الحزب والأدوار الحزب ومهام الحزب دي قضية مختلفة كليا عن الحركة. معنية بقضايا تحت الدعوة، القضايا الثقافية، حتى ما عندها أمانة سياسية يعني، قضايا تحت الدعوة، قضايا تحت التزكية، قضايا تحت المجتمع بقضية كلية. فبالتالي هذه الأدوار بتاعتها، هل هذه الأدوار هي أدوار مناسبة للحركة الإسلامية والآن توديها بشفافية؟ أعتقد أنه دي نقطة نقاش الآن فيها، وكان في المؤتمر الفات فيها بعض النقاشات، كيف أنه نحن ممكن نرقي الأدوار بتاعتنا، كيف ممكن نساهم القضاء بتاعتنا، كيف ممكن نستصحب واقع جديد، لأنه برضو لا بد أنك أنت تتحدث عن واقع إقليمي، واقع دولي، أنت ممكن تتحدث عن حركة داخل دولة بدون ما تكون مستصحب الواقع السياسي اللي بتلاقيه الدولة، الظروف السياسية، الظروف الإقليمية. فهي دي برضه جزء من التحديات بتاعت الحركة، بتناقشها في إطار المناقشات بتاعتها، كيف
كيف إن هي ممكن تستجيب لتحديات إقليمية وتحديات دولية في منطقة متغيرة بشكل عام.